السلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ مش خباركم؟ كي دايره مع الصحه؟ شنو كتعاودوا؟ المهم البنات، الفيديو ديال اليوم دايرة على شق فيطنات. هذا الفيديو هذا صراحه راك تصورته من يمتى؟ صورته السيمانه اللي فاتت وما كانش ما ساليش باش نديرو المونتاج وخاصنا نديرو المقدمه، راكم عارفين. المهم كاين شي قفاطن، هذاك الخضر راه تباع، يعني هاد القاوله لابسه مول الصايه، هذاك راه تباع. وتقريبا الاثمنه كلها قلتها تما. اللي بغات شي حاجه مرحبا كي دائما دير سكرين شوت وترسل ليا الفيديو. ايوا وصافي، يلا البنات فرجه ممتعه. انتما البنات، هذا قفطان يعني جي عادي، عنده تحتاني كي مبرة هكا كيجي، وكيجي من فوق، وهذا بحال لافيست، بحال امريكانا. انتما يعني هاد لافيست البنات تقدروا تبروبي تشوفيها هنا، تقدروا تجمعوها باي فيليل ولا فهاد الجهه، شتو تقدروا تجمعوها تلبسوا هذه مع سواد جين ومع شي حاجه، يعني هذه بوحدها تبروبي تشوفي بها على جنب. وهنا كذلك مع القفطان ونعركتو كتحيدوها وتبقاو هذا القفطان بوحدو. صراحه البنات كتجي زوينه، انتما كي كتشوفوا هذا البنات كان الثمن ديالها 100 يورو، وحاليا فقط 85 يورو. قلت لكم البنات ليكيداسيون، انتما خدمتها كاملها متروزة بالكاتخفيل. هذا البنات الطايه ديالها اللي كتنحزم هذه تلبسها الام والال، الام والال. انتما اني صراحه كتجي غزاله، تقدر اي وحده بغات تجي بعشي فيليل وتحزمو هنا. تقدر دابا بحال لي رقيقه البنات، تقدر تلبسها ودير ليها المضمه، غتجمع ليها. انا قلت ما نحتاجش المضمه حيت صافي هذا جاني هو هذاك، يعني ما محتاجاش المضمه، يعني ديبيندي الواحد. واللي بغاتها باي لون اخر ولا هكاك مخيطه ب 100 يورو البنات، اللي بغاتها بكوالكير كولور وكوالكير مديده. المهم نمشيو للموديل اخر. كاين البنات عاوتاني هذا الموديل هذا، حتى هو نتوما كي كتشوفوا جاي سامبل خفيف زوين بالموبرا، الموبرا مرايه، نفس الموبرا اللي كنا هضرنا عليها هذيك المره البنات. ها هو ني صراحه جاي مخدوم، انا عمر بالطرز انتما كيف تشوفوا. هذا البنات اللون ديالو بحال هو عكري، ولح في الكرونه مع المبرا ورداتو عكري، المهم بحال هكا كيلعب اللون ديالو، كيلعب بحال هكا. عنده اليدين اللي كيبغيو متخواكاخ، صراحه غزال وجاي خفيف و يعني شي حاجه اللي هو اللي زوينه. هذا البنات الثمن ديالو 115 اورو. هادو البنات عاوتاني، شفت هاد الموديل هذا اللي كيجي موديل ديال الصايه، كتكون هادي عندو، هادو كيجيو بحال حوته، وكيجي هذا من اللور ديالو، عندو من داك الصباغ هنا وكذلك من هنا. كيش تربنا كيجي انت مخدوم، هنايا صراحة كيجي مزيون.
ودول البنات مخدوم بكتخفيل يعني بالعبار، هذا ديسبونيبل. اللي بغاتو البنات مرحبا، 125 أورو، ولكن اللي بغاتو بالبي دي دو البنات 145 أورو، يعني باش تكونوا مفهمين. دابا انا لبس موديل اخر، هانتوما البنات هذا هو الموديل الاخر ديال القفات اللي غنصور. هذا خلاص ما خافيش عليكم، خدمنا فيه مزيان ديال الحوته مع هاد الصايه. صراحه البنات كيجي غزال في اللبس، زعما كي كتشوفوا البنات هانتوما. حتى هو البنات 135. البنات سمحوا لي على الخضر ديال القبيله، قلت لكم 125 ماشي 125، 135، يعني باش نعاود نصلح الغلط ديالي. سمحوا لي البنات، راه حتى جلست دابا عاد بديت كنتفكر الهضره اللي دازت بيني وبين الخياطه. المهم 135، وهذا كذلك. هادو راه البنات كنا كنبيعو 190، من بعد قصات لي وليت نبيعو ب 170. ما شفتي كتشوفوا كيجي بهاد المبرة وكيجي هكا. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو اليوم ديال القفاطن اللي درت. القفاطن صراحه المهم موديلات كاينين خفاف وزوينين، شي حاجه اللي عصريه. المهم دابا من بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو ديال الجلالب، ما عرفتش شكون يسبق واش الفيديو ديال الجلالب ولا الفيديو ديال القفاطن. انا غادي نمشي نكمل خدمتي، ولكن هذا هو النهايه ديال هذا الفيديو. تهلاو فراسكم البنات، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلامه.